محلى قدك محلى قدك هي صحيح اسمها فقرة محلى قدك، وصحيح اليوم العالمي للمرأة، لكن احنا ما يمنعش انا ساعات نترتيو مواضيع تهم زاد الرجال. بارك الله فيك، خاطرنا احنا قلوبنا كبيرة من لولنا. حياتك ثانية خطفتها من فمي، حتى راسكم كبير. ناس بكري يقولوا اضحك وخليها على ربي، وباش نضحكوا وتبدا ضحكتنا مزيانه دو بريفيرونس يكونوا سنينا من غير تختخ ولا سفوريه. طريقتي لكم اليوم على فرونسيز، دونك باش نحتاجوا لشويه بيكربونات دو سود، بروسا دون، ملح، ماء كوردون، وانتيسيبتيك بان دو بوش. نبداو نخلطوا مغرفه صغيره من البيكربونات دو سود مع شطار مغرفه نتاع قهوه من الملح، ونغطسوا البروسا دون تاعنا في الماء سخون ونغطسوها في الخلطه نتاع الملح والبيكربونات دو سود، وحك بيهم سنيك على فترة 5 دقائق كاملة من غير انقطاع. معناها البيكربونات والملح ما يعملوا حتى ريكسيون خايبة على سنين وعلى اللثة متاع فمنا، سوف كو انت تلقاك اللثة متاعك ديجا متعبتك وهي حساسة شوية. Voilà. دونك لهنا ردوا بالنا، مش نحط لهنا دو بريفيرونس نستعملوا كان البيكربونات دو سود، ما نستعملوش ملح معاه. Voilà. فهمتني؟ خاطر البيكربونات ديما اقل قوه من الملح. ومن بعد نشدوا الكوردون نحكوا لي بارتي اللي فيها التخت الاصفر بحذر كبير، ردوا بالنا نحكوا بالقويه ونجرحوا رواحنا اخر مرحله. فوالا اخر ردوا بالنا بالقدا خاطر ممكن ياسر استعمل غلط الكوردون ينجم يجرحنا اللثه نتاعنا ولا حتى يوجعنا السنين نتاعنا. حتى الشيء دونك فريز لازم تكون معناها سوبل وتكون معناها كل واحد وشو يمشي معاه، معناها اللثه نتاعو وسنيه كل شيء. اكزاكتومون، دو بريفيرونس ديما نشاو للدونتيست نتاعنا قبل ما نشريو البروسا دون نتاعنا ولا حتى قبل ما نستعملوا الحاجات هذيا اللي هي في العاده راهي ما تاثرش، لكن ديما نقول لكم خذوا حذركم نتوما الناس سورتو اللي عندكم سنيه سنسيبل ولا لثه سنسيبل. اخر مرحله هي ان نمضمضوا باللونتيسيبتيك باند بوش وتقعد تعاود العمليه هذه كل نهارين ولا ثلاثه، وهذا وتشوفوا كيفاش سنيكم تبيض وتنساو حكايه الضغط اللي يقول لك اللي مقلقتك بيان سور على السنين. طريقه اخيره هي والله لا تجي البال برشا ناس، هي طريقه اخرى على فرونسيز زاده مش معروفه برشا عنا في تونس، وممكن البعض يستعملوها وما يضويوش عليها. هي طريقه اخرى كيما قلت لكم برشا ما يعرفوهاش، هي استعمال الفخاس. الفخاس نشدو كعبة الفريز نحكو بها السنين نتاعنا، القشرة البرانية تاع الفريز نشدو كعبة الفريز نصفوها نغسلوها ونحكو بها السنين نتاعنا. كعبة الفريز هذيك فيها دي مكونات قادرة انها تذوب الرسوبات نتاع التخت اللي تكون على السنين نتاعنا. حتى كيف بدأ الفريز مش في وقته، حتى لو كان مش مشكلة، المفيد تلقى فريز انت فهمتك وقته ولا مش وقته، المفيد تلقى فريز، والبريود هذه نتصور موجود الفريز ويبدأ موجود وموجود وقاعدين نستعملوا فيه، ونتصور في الديار زاد موجود. اشتر كعبة فريز ولا كعبة فريز باش تحك بها سنين، راهي تنحي لي تاخت خوراه، فما مكونات في الفريز تساعد على اذابه لي تاخت هذوما اللي في الفم، دونك جربوها علاش لا.